هو يا خالد انت دايما بتتكلم ما تعملش كذا ما تعملش كذا ما تعملش كذا، هم الناس للدرجه دي وحشين في هذه الدول؟ لا والله يا حبيبي، ده الناس هنا احسن مني بمليون مره. ده هنا في عرب ناجحين نجاح باهر ومشرف وشرفوا اي حد، عندهم اسر محترمه وزوجات محترمه وعندهم اعمال محترمه وعندهم كل حاجه جميله ومحترمه وناجحين وعندهم البيزنس الخاص بتاعهم. وانت فاهم كلامي ان انا ما بتكلمش عن الناس وما بعممش كل العرب كده، لا لا يا حبيب قلبي، انت ممكن تبقى في الجامعه وبتدرس مثلا في طب ويبقى لك صحابك فيما بعد دكاتره واطباء زيك وعادي، هم دول كخه هم دول وحشين مالهم؟ انا بتكلم على فئات معينه انت فاهمها وانا فاهمها واللي جنبك فاهمها، فهمت؟ صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد، يوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل البرد. بصوا يا جماعه، البلد عامله زي ما تكون ابيض واسود. بكلمكم بجد، النهارده ان شاء الله باذن الله هنتمشى وهيبقى يومنا جميل، ندردش مع بعضينا اسره مع بعضينا. يعني اتمنى اللي انا بعمله كل يوم لحضراتكم يكون بيفيدكم في عز الاجواء وفي عز البرد اللي احنا فيه ده. اوعى تفتكر ان شويه البرد اللي عندك في بلدك دول نهايه العالم، لا، في بلاد تانية فيها التلج اكتر من بلدك، فهمت؟ فما تنزلش تحت اللحاف وتقول انا بردان انا خايف، لا، انزل هوي نفسك واخرج وعيش حياتك واستمتع بالاجواء الجميله في الشتاء. بس قبل ما نتمشى، لو بتشوفني لاول مره اتمنى تشترك في القناه، اتمنى تقول تعليقك المحترم المهذب الجميل. في البرد ده يا جماعه الناس عادي بتشوف شغلها وبتروح اعمالها، الدنيا عامله ازاي؟ التلج عشان ابيض عمقه مش باين في الصوره، لكن البرد كتير قوي والتلج كتير جدا. بصوا، والناس شايف الناس في عز الاجواء دي بينظفوا، بيعملوا طرقات عشان الناس تعدي، يعني الناس مش بيسيبوا الناس لمصيرهم وللطبيعه، لا، اهو ناس، اهو راجل وست وست تانيه هيا ورانا، والناس بينظفوا وفي كل مكان تلاقي حد بينظف. دي اميز شيء عند الناس دول، ان ربنا سبحانه وتعالى ادانا طبيعه غير طبيعه الناس في الشرق الاوسط، ولكن احنا بنعرف ازاي نحافظ على الطبيعه دي. بينظفوا اكتر حاجه الناس بتتزحلق عليها السلالم، فانت لما تيجي ماشي في هذه الاماكن تنظف رجليك كويس وتنزل واحده واحده لحد ما تنزل على الارض. الناس اهون، دي عربيه هي كانت بتنظف كل المكان ده وعادي مفيش اي مشكله. هناك في عربيه بتنظف وفي ناس بتنظف، اهم هناك اهم شايفينهم عند المبنى اللي هناك ده، يعني الناس بتنظف في كل مكان في كل مكان. شايف الجرافه دي او اللودر ده بينظف التلج، والناس حتى في الشوارع بينظفوا التلج، يعني مش سايبين بلادهم للظروف او للاحتمالات، فهمت؟ هي دي الاجواء اللي احنا بنعيشها، واحيانا بنعيش اقصى منها في درجات الحراره المتدنيه في هذا الشتاء في هذه البلدان، فهمت؟ يعني يعني الناس زي ما انت شايف حبوبه جدا، ناس زي العسل وناس محترمين جدا جدا جدا، شكران، ناس مهذبه. بحب اوريك بعض الاشياء وانا ماشي طبعا، وانت نازل على السلالم تخلي بالك واحده واحده وتبص تشوف رجليك رايحه فين وجايه منين، وتعدي الطريق من اماكن المشاه عشان الناس هنا لو جرى لك حاجه لانك انت ما احترمتش الطريق وما احترمتش قواعد المرور وقواعد ايه الناس وعاداتهم واحترامك ليهم، هو ده اللي انا اقصده من كلامي. يعني في يومنا هذا الناس طبعا وانا ماشي فرحانين وقاعدين يسلموا عليا، في ناس اعرفهم وناس ما اعرفهمش، ولكن ناس حبوبه جدا ومحترمين، مجرد بس سلام مش حكايه، مش هيقعد معاك ويقعد يرغي معاك ويحكي معاك حكايه، هو لوحده عمل لك كده وضحك وسلام عليك. واحنا ماشيين برضو الناس بتنظف اهي ماشي، الناس دول في عز الاجواء دي ممكن تتكاسل وتتقاعس وتقول يا عم كبر دماغك وانا هيجرى ايه، ما كده كده التلج ده هينزل تاني، وكل يوم التلج بينزل وبيروح وبيجي، والناس برضو ما زالوا بينظفوا ما بيسكتوش. ليه؟ عشان المواطنين يقدروا يتحركوا داخل دولتهم، يحسوا فعلا ان هم عايشين في بلدهم مش عايشين ضيوف، فاهم؟ بصوا بيكوموا التلج اكوام جبال زي ما انت شايف كده، يلموا الجرافات تلم ويجوا يحطوها هنا ويسيبوها، وكده كده هيجي اوقات حاره وهتسيح التلج دون او التلج ده هيدوب. خلينا نتكلم مش باللغه العاميه المصريه، يعني اميز حاجه في هذه الاوقات، وانتم ملاحظين ان انا من غير جوانتي ماشي وعادي وماشي مفيش اي مشكله، ولكن زي ما انت شايف بص التلج متراكم على الاشجار،
شكله جميل جدا ومفيش هوا على فكره، يعني مفيش رياح زي ما قلت لك، لما بيبقى فيه رياح بيبقى الجو صعب جدا. تمشي في اماكن تلاقي حاجات ميه بتنزل من فوق زي ما انتم شايفين، ده الاجواء اللي احنا بنشوفها حتى في الشوارع. انا ايدي بردت بجد، فايدك بردت يبقى تلبس الجوانتي بسرعه. ليه؟ عشان غلط البرد القارس عليك. طيب زي ما انت شايف كده الجوانتي اتلبس وزي الفل، فصلني عن البروده الخارجيه. طيب الناس هنا بتلاقي اعاقه وانت ماشي في الشوارع، يعني بتبقى ماشي بصعوبه. اه التلج يا جماعه مشكلته ان هو بيبقى تحته مياه، ممكن تتزحلق في اي لحظه، في اي لحظه توقعها، سواء ان انت عايش هنا بقالك كتير او جديد في هذه البلد. حتى الاوكران نفسهم انا بشوفهم احيانا، والله كتير بشوفهم. حلو، الناس ما بتبقاش واخده بالها وبتمشي، واهم حاجه الجزمه او الحذاء بتاعك، ما تجيبش الحاجات اللي هي الناشفه، لازم تجيب كعب يكون سيليكون. وانا يمكن وريتكم حاجات زي كده لازم يكون طالع منها حاجات عشان تقدر تتعامل في هذه الاجواء، وتكون الجزمه بتاعتك مبطنه من الداخل. عارف عشان افصل الكاميرا، لان انا بمشي شويه وبتكلم شويه، فلازم اقلع الجوانتي واقفل الكاميرا وبعد كده اشغلها من تاني عشان اتكلم في بعض الحاجات التانيه غير اللي انا اتكلمتها في الاول او امبارح او اول امبارح او من 5 سنين وهكذا. الحياه فهمت يعني يا حبيب قلبي، البلاد دي تعيش فيها مرتاح قوي. لسه كنت بتفرج على سايح امريكي راح الهرم وتعامل معاه حاجات مش ظريفه ومش كويسه. والله يا جماعه نفس اللي حصل مع السائح الاجنبي ده الامريكي حصل معايا انا شخصيا. للاسف الشديد في بعض الدول بيبقى المسؤول عن السياحه، للاسف الشديد بيبقى ناس ما عندهمش خبرات، بيبقوا ناس جهله واخدين اوامر لازم يطبق الاوامر دي، فبيدمر قطاع السياحه في دولنا العربيه. لازم الناس في اي وزاره معنيه بالسياحه تنبه على الناس اني لو لقيت حد بيصور عادي ما يصور، ايه المشكله؟ ده بيصور حجاره، ده بيصور اثار وبيصور البلد. لو لقيته وقع وانت ماشي جنبه بيتكلم على البلد بصوره وحشه، اه ده من حقك ان انت توقفه وتتعامل معاه. لكن واحد عمال يقول لك الهرم وابو الهول من 7000 سنه من 5000 سنه ودي حضاره المصريين، واحد بيتكلم كلام كويس جدا على البلد، يبقى ايه الداعي ان حضرتك تروح داخل مبوظ له اليوم بتاعه وخارب له حياته عشان انت ما انتش فاهم؟ الراجل في الاخر الامريكي الناس اعتذروا له وقالوا له اسفين يا ريس، اسفين يا ابو صلاح. هنفضل لحد امتى نغلط ونتصرف غلط وفي الاخر نقول اسفين يا ابو صلاح؟ دي حاجه جت على بالي حبيت برضو اقولها في اليوم بتاعنا. لان انت في اوكرانيا والله تخش سوبر ماركت ما حد يقول لك انت بتصور ليه، تخش محل ما حد يقول لك انت بتصور ليه، تمشي في الشارع ما حد يتكلم معاك يقول لك انت بتصور ليه، تمشي في اي مكان ما حدش له دخل بيك، بتتكلم عربي بتتكلم اوكراني بتتكلم روسي بتتكلم انجليزي، ما تلاقيش ابدا حد يتداخل معاك. عارف مين احيانا اللي بيتدخل في الكادر معاك؟ ان واحد ماشي هو وزوجته زي اللي احنا شفناهم او البنت جارتي ويعمل لك كده وخلاص، عارف ان انت ليك في مجال السوشيال ميديا وبتصور عشان انت عندك قناه في اليوتيوب او في اي قصه انت عندك حاجه وبتعمل محتوى، فهو ملوش علاقه بيك. حتى الناس والشرطه هنا ما لهمش دعوه بيك، انت بتبقى ماشي والامن بيبقى حواليك. ويمكن انا صورت لكم حاجات كتيره زي كده، الشرطه والامن نفسه بتاع المكان بيبقى ماشي وعادي ما بيقولكش تلت التلاته كام، ما لازم نفكر فيها لان هو بيخاف ان انت تعمل له مشكله. دي رقم واحد. رقم اتنين، بيخاف يبوظ قطاع السياحه في بلده، لان الناس اللي بتيجي هنا سواء ان هم اجانب او من ولاد البلد بيعملوا حاجات عن البلد اللي هم عايشين فيها اللي هي اوكرانيا وبيبداوا ينشروا الحاجات دي. ودي صدقني والله النهارده اليوتيوب والسوشيال ميديا عموما هي بقت اكبر دعايه. الناس ما بتتفرجش على تلفزيونات عشان تشوف دعايه بلد او اي شيء. عارف انا مره في 2008 اقترحت على المسؤول عن السياحه في مصر، والله العظيم قلت له الطيارات مصر للطيران بتلف العالم، بس في حاجه محدش بيفكر فيها، طب ليه احنا ما نرسمش على الطيارات البيضة دي رسومات للفراعنه ونرسم حاجات جميله عن مصر؟ والطيارات كده كده بتسافر العالم، فانت كاجنبي هتشوفها وغيرك من الاجانب هيشوفوها، فتبقى دعايه مجانيه لبلدنا مصر. والله ما حد سمع كلامي، ولكن الناس احيانا ما بتفكرش. واحد مسؤول عن قطاع السياحه ما بيفكرش في اي حاجه، هو لو عمل عقود رعايه ننشر الثقافات بتاعتنا والحضاره بتاعتنا على الطائرات دي اقل حاجه تقدر تعمل بيها دعايه. ده في حاجات كتيره جدا لو قعدت تشغل دماغك وتفكر فيها هتلاقيها ضخمه جدا، فهمت؟ دي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا فكرت فيها في 2008 في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، ربنا يرحم الجميع ويسامحه على مساوئه او حسناته او الخير اللي عمله في المصريين. انت يا باشا لازم لما تكون مسؤول لازم تفكر ازاي تبتكر وتبدع في مكانك. الناس في اوروبا بيبدعوا
وبيطوروا دماغهم وعقولهم لمصلحة المكان اللي هو شغال فيه ثم بلده، أو لمصلحة بلده ثم المكان اللي شغال فيه، فهمت؟ أيهم أقرب لحضرتك اختاره. فأنت حضرتك لو مسؤول حاول تشغل الجمجمة شوية يا حاج، لأن الناس ما بتوقفش عقولها على الروتين الممل اللي دمه تقيل، بيخسرنا أكتر ما بيكسبنا، فهمت؟ انا بقى متعمد ان انا اكرر كلامي. ليه؟ لاني مش كل الناس بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي، فانا ممكن اقول جمله هنا تحذيريه لحضرتك محدش يسمعها، يجي في فيديو اخر حد يسمعها. فانت لو سمعتها قبل كده قول عادي خالد بيقولها للناس الجداد مش ليا. يعني في اليوم الجميل ده شايفين يا جماعه المنظر عامل ازاي، كل البلد كده. يعني في نقطه حبيت بس اكملها قبل ما اقفل الفيديو بتاعي، اللي انا اقصده ان الرمله اسهل من التلج في المشي فيها. انت وانت ماشي في التلج معرض ان انت تتزحلق، لو انت بتغرس في رمله عادي هتغرس غرزتين ثلاثه اربعه وهتكمل طريقك والموضوع هيخلص، لكن في التلج الموضوع مش خلصان. يعني دي حاجه حبيت اقولها لحضراتكم في يومنا هذا، والناس ما زالوا بينظفوا وانا ما زلت ماشي في الشارع بحاول ان انا اعمل لكم حاجه تستفادوا بيها وتغيروا يومكم. ممكن انت تكون متضايق وزهقان ومحتاج ان انت تشوف اجواء غير الاجواء اللي انت عايش فيها، يبقى انا هفتك ووصلت لك شيء خلى حياتك وروحك تغيرت. ابدع في مجالك وابعد عن المحبطين، ابدع في مجالك وابعد عن الروتين، ابدع في مجالك وابعد عن الناس الجهلة، الناس اللي مش فاهمة اصلا انت بتعمل ايه. انت احيانا بتعمل حاجة وسبحان الله الحاجة دي اصلا انت مبدع فيها والناس مش فاهمة انت بتعمل ايه، بس دايما ينتقدوك عشان هم احيانا بيكونوا فشلة واحيانا يكونوا معقدين واحيانا حاجات كتيره جدا، ولكن انت ابدع وانطلق ما تبصش لحد، فهمت؟ يعني موضوع حبيت اشيره معاكم، اتمنى اللي انا بعمله يكون بيسعد حضراتكم. صباحكم ورد وعسل، اشوفكم على خير. ديزفيدانيا باكا، سلام عليكم.